هارلي ديفيدسون الاسم العملاق في مجال صناعة الدراجات النارية. تأسست الشركة الأمريكية في ولاية ويسكونسون عام 1903، ومنذ ذلك الحين والشركة من نجاح إلى نجاح. في إطار سعيها الدائم لتسويق منتجاتها، تنظم الشركة جولات إعلامية تعريفية لدراجاتها الجديدة بشكل دوري، وإدراكا منها لأهمية وحجم سوق الشرق الأوسط، قامت الشركة مؤخرا بتنظيم جولة إعلامية ترويجية في سلطنة عمان ضمن حملتها لعام 2014. تمكن الدراجون من خلال تلك التجربة المتميزة والفريدة من الاستمتاع بأهم المواقع والمزارات المميزة في سلطنة عمان، والتي كان من بينها سد وادي ضيقة، العاصمة مسقط، قلعة نخل وغيرها. جولة ممتعة ورائعة تمت في إطار من التنظيم الجيد. كان الدراجون في تلك الجولة الشيقة بصحبة دراجاتهم من فئة الترحال التي هي جزء من مشروع رشمور، وهو المشروع الذي أطلقته الشركة لتطوير منتجاتها وتحسينها بما يتوافق مع متطلبات ورغبات العملاء. يمثل هذا المشروع اتجاها جديدا في تطوير منتجات هارلي ديفيدسون، إذ يتم استيحاء مقوماته من آراء وتعليقات ومتطلبات العملاء من الدراجين، ومن ثم العمل على تطوير الدراجات عبر إضافة رغبات الدراج في كل مراحل عملية التصميم. بعد جمع الاقتراحات والأفكار مع مجموعات مصغرة من الدراجين وفي رحلة ركوب التجريبية، وأحياناً من خلال التحدث إلى الدراجين في المقاهي. في أعقاب ذلك يتم تقديم الأفكار والحلول إلى العملاء من جديد كنماذج مبدئية والحصول على المزيد من الآراء قبل اعتماد التصميم النهائي. وفي الواقع لقد نتج عن هذا المشروع تحسين مظهر وأداء الكثير من أجزاء الدراجات من فئة الترحال، بما فيها تصميم اللمسة الواحدة الجديد للتورباك والشنط الجانبية، بالإضافة إلى أغطية العجلات الأكثر انسيابية وإطارات الألومنيوم المصبوب الأخف وزناً وأجهزة التحكم اليدوية سهلة الاستخدام. 2014 models press tour مع هارلي ديفيدسون بمسقط عمان، جولة على لنستكشف الموديلات الجديدة من هارلي ديفيدسون، بروجكت راشمور اللي صار لها هارلي ديفيدسون تشتغل عليه تقريبا 4 سنين لتحسين وتطوير الدراجة النارية للسائق والراكب بنفس الوقت. نحن عم نكتشف هورايزن جديد، خطوة جديدة قدمتها هارلي ديفيدسون على هالدراجات الجديدة. في معنا اليوم جروب من يعني صحفيين، ومعنا انتوزياس وأشخاص مهتمين بموضوع الدراجات النارية، عم بيشوفوا شو أحدث ما قدمته هارلي ديفيدسون على دراجات الراشمور. بعتقد أهم يلي لاحظته أنا على الدراجات راشمور من هارلي ديفيدسون هو نظام المكابح الجديد اللي هو ريفلكس سيستم، يعني بيمشي المكابح على الدولابين مع بعض. بتلاحظ فرق كتير كبير بسرعة التوقف، سرعة استجابة المكابح على الطريق. الموضوع الثاني هو الراحة بالسسبنشن، بتحس انه صارت الموتورسايكل اريح على الطرقات المتعرجة والطرقات الغير جل الغير مستوية. والشيء الثالث هو سهولة استعمال مفاتيح التحكم بالدراجات. هيدول 3 مواضيع كتير واضحين ببروجكت راشمور من هارلي ديفيدسون.